وينضم معنا مباشرة من بغداد الخبير الأمني عدنان الكناني. أهلا ومرحبا بك سيد عدنان. وبالبداية، يعني في الأيام بل وفي الساعات الأخيرة تعرضت قاعدة عين الأسد ومطار حرير لعدة هجمات، فهل يمكن أن نضع ذلك في خانة التصعيد العام الذي تشهده المنطقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله يا جميع مشاهديكم الكرام، وحيا الله كادر قناة التغيير المحترم. يعني الحقيقة ما يحدث لحد هذه اللحظة هو يسمى الحروب تحت السيطرة، وهذه المعارك اللي هي تحت السيطرة ربما وضعت لها حلول القوات الأمريكية أو ربما غيرها، لكنه ما نخشاه أنه ليلة الأمس والتصريح الأمريكي الذي أتى على أن هنالك استقطاب لمنظومة ثاد وتعزيز منظومة الباتريوت، ومنظومة ثاد تتعامل مع أهداف ذات ارتفاع عالي جدا، معناته أن هنالك خشية، لأنه المقاومة و القوات التي تحارب الآن الوجود الأمريكي وتعترض على الوجود الأمريكي لا تمتلك أسلحة ممكن أن تؤثر على القواعد الأمريكية ذات ارتفاعات عالية. لذلك أقول أنه ربما هنالك قراءة استراتيجية لدى القوات الأمريكية على أنه ربما تكون هنالك توسيع لرقعة الحرب، وربما سيكون هنالك تدخل سواء كان روسي أو أمريكي، أو ربما سندخل بإطارات أخرى ذات حروب استراتيجية، وبالتالي حروب ربما حروب شاملة. وأعتقد أن هذه المنظومة هي تعالج أهداف ربما تكون على ارتفاعات عالية، ومن خلالها توجه ضربات ربما إلى قواعد أمريكية بعيدة عن الأراضي العراقية، قد تكون داخل الكيان الصهيوني، وقد تكون ربما في دول الخليج أو في أماكن أخرى. لذلك هذه المنظومة، منظومة الثاد، هي ممكن أن تعالج طيران عالي، ممكن أن يشكل خطر كبير على قواعد، على وجود أو على قطاعات عسكرية سواء كان أمريكية أو موالية للجانب الأمريكي. معناته أن هنالك قراءة ربما ستكون هنالك أحداث قد تخرج عن السيطرة، أو ربما تكون أو يكون هنالك تدخلات إقليمية أو دولية، أو ربما تدخل في محاور القتال دول تختلف في استراتيجيها، في استراتيجيتها بالحروب التقليدية أو الحروب التي نشهدها الآن. يعني هنالك الآن حروب هجينة، حروب تعتبر أنها إصابات مع الجيوش منظمة، أو ربما بعض الحركات العسكرية التي لا ترتقي مع مستوى ما يمتلكه الجيوش المنظمة. لذلك أقول تعتبر بمطاف الحروب الهجينة، لكنه الخشية هي من أن يكون هنالك حرب بين جيش منظم يمتلك آلية وعدة وعدد وطيران وقوة جوية وأسلحة باليستية وصواريخ عابر القارات، أو ربما تكون ذات مدايات عالية أو ذات شدة تدميرية أعلى بكثير. لذلك نقول أن هنالك قراءة على أنه ربما تكون هنالك منحنى آخر، أو ربما انحراف في مجال هذه الحرب التي لحد الآن هي تعتبر تحت السيطرة. يعني سيد عدنان، في مجمل هذه المعطيات وفي سياق ما ذكرت عن إعلان الولايات المتحدة لتعزيز منظوماتها بالمنطقة بمنظومة ثاد ومنظومة باتريوت، يعني هل لنا القول بأنها وفق كل هذه المعطيات المنطقة في طريقها إلى مواجهة مباشرة ومحتملة؟ يعني تحدثنا سيدتي الكريمة، منظومة الباتريوت هي منظومة فشلت عندنا بالأراضي العراقية، لأنه لا تتعامل مع الطيران المسير، ولحد الآن منظومة الباتريوت ضعيفة أمام الطيران المسير، وهنالك صواريخ كاتيوشا، وهذه الصواريخ ممكن أن تعالج بالأفنجر أو بالأسلحة الليزرية. لذلك نقول وحتى الطيران المسير اليوم يعتبر من المطافات الضعيفة، لذلك يعالج بالأسلحة الليزرية ذات الكثافة النارية العالية المتواجدة الآن بالسفارة الأمريكية، وعززت بعض القواعد العسكرية، لأن هذه الأسلحة ممكن أن تعطي كثافة نارية عالية قد تصل إلى 11,000 إطلاقة بالدقيقة الواحدة. لذلك هذه الأسلحة تتعامل مع الطيران المسير الموجود حاليا. أما نقول أن منظومة الثاد، هذه المنظومة تتعامل مع أهداف عالية، ومع أهداف ربما أهداف استراتيجية، قد تكون صاروخية وقد تكون طيران ذات ارتفاعات عالية بمستوى عالي، وهذه الأسلحة لا يمتلكها العراق ولا تمتلكها المقاومة. لذلك نقول أنه نصب أو تنصيب هذه المنظومة، تعزيز منظومة الباتريوت وأيضا تنصيب منظومة الثاد، هذا معناته أن هنالك قراءة مستقبلية قد تتوسع رقعة الحرب، وقد يكون هنالك تدخلات ربما دولية أو إقليمية تمتلك أسلحة وطيران وصواريخ قد تكون ذات ارتفاعات عالية، وربما تكون متجهة باتجاه أهداف
استراتيجية قد تكون باتجاه الكيان الصهيوني أو باتجاه القواعد الأمريكية أو باتجاه المخازن الاستراتيجية الموجودة اليوم. أمريكا تمتلك 3 مخازن استراتيجية داخل أراضي الكيان الصهيوني، ربما تعزز قطعاتها العسكرية المتواجدة بالمنطقة برمتها. لذلك نقول أنه فيما إذا شلت طرق التواصل لتعزيز القطعات العسكرية والقواعد العسكرية الأمريكية بالمناطق المحيطة، نعم، قد تلتجئ إلى الخزين الاستراتيجي. طيب سيد الموجود في تل أبيب. لذلك نقول ربما تكون سيد عدنان يعني سيدي الكريم، كيف لك أن تقيم التحرك الرسمي العراقي إزاء الأزمة في قطاع غزة ومساندة الشعب الفلسطيني من خلال جمع التبرعات وتقديم المساعدات العينية والطبية؟ يعني هنالك وجهان للتحرك، هنالك وجه دبلوماسي تقوم به الحكومة العراقية من خلال المؤتمرات ومن خلال ما أتت به اليوم هذا المؤتمر الذي حدث قبل قليل هو بجمع التبرعات. وطبيعي جدا أن الحكومة العراقية لا تحتاج أن تعقد مؤتمر لجمع التبرعات، لأن هذا ممكن أن تقوم به منظمات إنسانية. الحكومة عليها أن تتبرع بما لديها من خزين استراتيجي، سواء كان بالمواد الغذائية أو المواد الطبية أو حتى المبالغ المالية النقدية. لكن عموما الآن شعبنا الفلسطيني في غزة لا يحتاج إلى مبالغ مالية بقدر ما يحتاج إلى مواد غذائية وإسعافات طبية وأيضا دفع الخطر عن ما يحدث بأراضيهم. أقول أنه التبرعات واجب هو المنظمات الإنسانية، والحمد لله اليوم الجهات التي ممكن أن تتقدم التبرعات من المدنيين والشركات هي كثيرة جدا، وأنا أقول ربما 90% من ما موجود داخل الأراضي العراقية هم على استعداد لتقديم الغالي والنفيس من أجل أبناء فلسطين المحتلة وشعبنا العربي في فلسطين وأخوتنا في غزة الآن الذين يعانون الأمرين وما يعانوه الآن سبق وأن مرينا به أكثر من مرة وأكثر من حالة. لذلك نحن أكثر الناس استشعارا بما يحدث لهم لأننا عانينا مما يعانوه الآن. أقول أنه نسأل الله أن يمن عليهم بالصبر والسلوان ويتغمد شهدائهم فسيح جناته والشفاء العاجل لجرحاهم بإذن الله تعالى. نعم. طيب سيد عدنان، قبل ساعات وزير الدفاع الأمريكي حذر إيران ومن وصفهم بأذرع إيران في المنطقة من المضي في التصعيد. هذا التحذير تزامن مع الهجمات في العراق، فما هي قراءتكم لذلك؟ يعني ليس الآن وإنما منذ الساعات الأولى، نعم، حينما حدث الهجوم على أو المعركة، انطلقت المعركة بصواريخ قامت بها المقاومة الفلسطينية ثم بتقدم قطعات برية باتجاه الثكنات العسكرية الإسرائيلية، وقاموا بالفعل البطولي الذي قاموا به. كان هنالك دفع وإسناد إيراني للمقاومة في فلسطين المحتلة، وأيضا خلفهم كان هنالك دعم وأيضا إسناد روسي، وأيضا لا ننسى أبدا يعني هنالك واضحة الملامح الروسية. وأعتقد يعني ربما 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 هنالك تدخل في مجال الخطط، يعني هنالك استشارات استخباراتية بمستويات عالية، نعم، لأنه ما قاموا به ليس وليد الساعة وليس صدفة وليس عملا عاديا للمقاومة. يعني لو تتبعنا معارك المقاومة سنجد أن في هذه المعركة هو عملية ارتقاء كبير جدا وتطور كبير جدا بالجانب المهاري والجانب الحركي والجانب العسكري والجانب التخطيطي. لذلك نقول المقاومة طبعا هم ضليعون بالقتال، لكن بطبيعتنا نعتقد أنه ليس هذا هو أسلوب المقاومة، وإنما هنالك استشارة والفعل قاموا به أبطال طبعا، وبالتأكيد لا نبخس قوة وأقدام وشجاعة المقاومين في فلسطين المحتلة، لكن نقول من ناحية الخططية ومن ناحية اللوجستية ومن ناحية الإسناد والتسليح والعملية برمتها هي عملية تحتاج إلى تخطيط بمستويات عالية جدا. لذلك التدخل في شل منظومة القيادة والسيطرة هذا عمل كبير جدا قاموا به المقاومون الفلسطينيين، والعامل المباغتة والتخزين وتحشيد هكذا عدد وكم من الأسلحة داخل فلسطين المحتلة اللي عن عصرها الاستخباراتية، يعني كنا نعتقد على الأقل أنها ممكن أن تحصي حتى عدد الحصى في الشوارع. لذلك نقول أن العملية هي عملية أجهضت استخبارات الكيان الصهيوني، وأعطت دافع معنوي لكل المقاومين ليس في فلسطين وحدها وإنما بالعالم الإسلامي والعالم العربي. لذلك نقول أنه الصدمات ستكون متوالية على الكيان الصهيوني، وأعتقد لحد هذه اللحظة ولحد ما موجود الآن ومن خلال القراءة هي أمور
ربما ستنتهي على خير في لحظة ما أو في ساعة ما، وأعتقد بالقريب العاجل. لكن هنالك غلطة إن حدثت فأعتقد الأمور ستأخذ منحنى آخر، وسيكون هنالك تدخل دولي، وربما هذا التدخل الدولي لن ينتهي على خير، ربما سيكون هنالك تصعيد شيئا فشيئا إلى أن نصل مرحلة الخطر الكبير، وهذا ما لا نتمناه. نعم، الخبير الأمني عدنان الكناني كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.